هاشم البسطاوي يفجرها: أنا من اخترت الموت ولن أنسى ما حصل في المستشفى. وأسامة شقيقه يدخل على الخط. إليكم التفاصيل. فمن جديد عاد الفنان المعتزل هاشم البسطاوي بتصريحات مثيرة للجدل، لكن هذه المرة تتعلق بآخر عمل فني له، مسلسل سلامات أبو البنات. واختار البسطاوي حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات الإنستغرام ليتقاسم مع متابعيه كواليس تصوير بعض المشاهد من المسلسل السالف ذكره، وكذا مهاجمة بعض من صناعه. وفي سياق متصل قال الفنان المعتزل: الحمد لله والشكر لله، لن أنسى الفعل الصبياني اللا أخلاقي الذي كان من حولي أثناء تصويرنا مسلسل سلامات في المستشفى. وأضاف: كان سببا في كشف الحجاب بفضل الله، الحجاب النهائي الذي أثبت لي حقا أن ربي هو أرحم بك من أي شخص. كنت أعاني آنذاك صداعا عجيبا في رأسي يفقدني تركيزي وحدتي، اكتشفته آنذاك ميدان الجحود، ميدان نكران الجميل، ميدان البوبينة، فقط ميدان انتظار زلاتك. مهما كنت محترفا، مهما كنت متمكنا، فأنت مجرد فأر تجارب مهما كبرت أنفتك. وأردف قائلا: شيء فيه أسئلة كثيرة، أنا من اخترت الموت في سلامات عوض ما هو مكتوب في النص. هذا لن يقدر أحد على تكذيبه، لا إنتاج لا إخراج لا كتابة، لأنني كنت أعلم جيدا أنه آخر عمل لي. فالجزء الرابع كنت سأرزق بالطفل وتتطور الأحداث، لكن شاء الله إلا أن ينقذني من الوحل، وشاء أن يريني إنتاجات خلقه ويوجهني للاهتمام بالصدق معه، هو الحق الرحمن. وقد دخل شقيقه الأكبر أسامة البسطاوي على الخط، حيث نشر مقطعا من فيلم شارك فيه هاشم سابقا ودون عليه قائلا: مشهد حقيقي بين عالمين، ما قدرتش نقول عليه مشهد تمثيلي حيت فيه بزاف ديال الصدق، كنت ممثلا بلا تمثيل وماشي حيت خويا والسلام. وهذا ما اعتبره رواد السوشيال ميديا بأن أسامة يحاول أن يجر أخاه مرة أخرى إلى عالم الفن.